خلعت حجابها وأحرقت، على محرقي أكباد الشعب أن يلتفتوا ولو لبرهة إلى مطالباتها. مطالبة ليست بكبيرة، بل هو راتب شهري وحق واجب على من تولى السلطة أن يدفعه، ويضمن لمن يريد أن يحكمهم أن يبقوا على قيد الحياة. المطالبة بالرواتب باتت في حكم الحوثي كفرا بواحا بحسب ما أطلقه خطيب مسجد هائل. أما الرواتب في نظر ساسة الميليشيات فليست سوى شيء يسير يجب الصبر عليه، ناسين أو متناسين أن رواتب الموظفين الحكوميين تعيل أكثر من 11 مليون فرد يمني. فالشعب اليمني لا يعتمد على الرواتب، ويعتمد على ذاته، والرواتب يتأتي استغناءاته. الحالة الاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد آخر، فأسعار السلع الغذائية في ارتفاع متواصل. يحاول الحوثي أن يقنع العامة بأنها بسبب الحصار المفروض على اليمن، غير أن تبريره هذا لا ينطلي على المواطن، فأي حصار هو الذي يجعل من الأسواق غارقة بالمواد الغذائية ويجعل من المواطن عاجزا عن الشراء؟ رحت إلى السوق اشتري مقاضي، طيب كل أسعار غاليات، ورحت الدكان قال لي ما فيش، رحت الدكان الثاني قالوا الأسعار زيادات للسع، وروح كنت قال الثالث رجع اشترك بزاتي من وجود معي المقاضي للبيت ورجع. حال إنساني يطول شرحه، ولم يعد أمام المواطنين إلا التكافل المجتمعي والسؤال عن الآخر، فجميع الساسة في حالة حرب، وآخر ما قد يفكرون به هو قوت من يريدون أن يحكموه.